سيدي هرمت عوسة زفناها وعيب الله كل هذا تسكى منها. لا مولاي عبد، حتى واحد في هذوك اللي تشكاو مني ما خسر، اللي دار يدو في الدية كيكون ربح عنده أكثر من الخطية. هي غير حاجة وحدة اللي كتخليهم يتشكاو مني، الشمتة اللي كنشمتهم من عام سيدي. وكتقولي فيها بوجهك حمر بلا حشمة بلا حياة. إلا صبر سيدي وجل عليا حتى يفهم قصدي غادي يعذرني. هما هما اللي فين يضيعوا الخدام في رزقه والمتعوب في عرقه والشريك في حقه، وانا حيت غير وليا خفتهم لا يضيعوني ويجوروا على حقي، خديته بنفسي ودرت شرعي الدية. ولا كان هادشي اللي درتو مع الناس الاخرين اش تقولي في داكشي اللي سرقتي من داري؟ انت وصيتيهم عليا وهما ما فهموش اي الوصيه، بالحق جادوا عليا الله يجد عليهم من عنده، وانا ملي جاتني الوجيبه حتى لبين الدية ما قدرت شي نضيعها، والطمع كيعمل بصيره قبح الله وقلت شي نعم سيدي. ديها موسى ربطوها في شجرة الصباح وطلقوا البراح كاع اللي دات له شي حاجه جيت صنت الحكم. واخا سيدي. فين غادي انتيا؟ غدا عند مولاي عبد نطلبوا باش يسمح لعويشة، راه ختنا هذيك. كوني تحشمي باش من وجهها غادي تواجهي مع ملي بدا يحسب لك في عيلها، غا وحده تنسيك في الاخرى. وزيدون دابا شويه وتم جايه، راه ماشي هذه هي المره الاولى ليها. وسيري تجلسي. قلت لك سيري تجلسي. صباح الخير على اللهم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا معاك بالله وبالشرع. ما عندك مناش تخافي منا اللهم سيدي، انا غير انس. واش كديري هنا؟ وشكون اللي ربطك؟ امني عليا ونقول لك اللهم سيدي. عليك الامان. الا سمحتي اللهم سيدي تقربي عندي نقول لك. كيف شتي ما نقدرش نجي لعندك. يلا تكلمي، شنو هو سببك؟ انا لاله مريضه ومرضي خلق معايا من نهار ولدتني امي الله يرحمها، وملي كبرت وصلت سن الزواج كاع خواتاتي تزوجوا وانا حتى واحد ما قبل عليا. علاش؟ الحدبه اللي عندي في ظهري. علاه انت عندك الحدبه؟ ها انت لاله شوفي هذا كعبو بالنحس خلاني بلا زواج اللهم سيدي. ما كاين والو بنت الناس. ها هي كلام الشريف صحيح، وهاد النخله فيها البركه كيف كيقولوا. اش من نخله؟ واحد الشريف وصف لي النخله اللي في رياضكم وقال لي بلي فيها البركه، ولا تربط فيها وبت ليله كامله تحيد لي الحدبه. وانا توسطوا لي شي ناس عند مولاي عبد وخلاني نبات هنا. هي ولدي في خبارو ما قالهاش ليا، خليني ضحكه لعيالاتو. وحتى دابا ما كاين باس، ولدك على اللوم سيدي معذور، هذوك هما الرجال، ولاد عيالات كيحكمهم العيالات. ايوا انا دابا غادي نمشي نشوفو علاش ما قالهاش ليا. لا 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 اللوم سيدي بلاتي نملي عليك واحد الري. ضيف الله حوالي الخيمه تهلاو في هاد المسيكينه، راني وحدانيه وعديمه. اجي قربي لاله. مرحبا بضيف الله. اولاد الجواد باش ما سخاكم الله. مرحبا بك لقبلتي علينا. سيدي 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 اش كاين؟ لاله ام سيدي مربوطه في الشجره. Thank you.
هلا ام سيدي، ها سيدي جا. قلت لك استري ما استر الله المتعوسه. اش كتسني؟ فكر بطها. لا حتى واحد ما يقرب ليا، ما تفكر بطي حتى تحيد الحدبه من ظهري. اش تلم لي كتقولي؟ شكون كتفك هنا؟ قولي ليا. ما نقولك ما تقول ليا، انت عارف هاد النخله وكتمسرها عليا ياك ولدي، خايف من عيالاتك. رجع الله يا مونتي، راه هادشي اللي كتقولي ما كاين منه حتى حاجه. اسكت، انا شفت بعيني البنت اللي كانت مربوطه هنا، ما بقى عندها حتى شي حاجه في ظهرها، بحال اللي كانت غير كتكذب. وراه كتكذب الشيطانه، لعبت بكل شيء، بقيت لا غير انا.